اهلا بيك في رضا قناه، معاكم محمود عمرو. موضوع كتب لنا كتير في الكومنت هو وجع الصدر خلال المتوازي، وجع عضله الصدر او منتصف الصدر خلال تمرين المتوازي. فبدأنا الموضوع ده طبيعي جدا، لان المتوازي تمرين تقيل جدا على المفاصل، غير الضغط. ضغط رجليك بتبقى على الارض، فبتبقى تقريبا شايل نص جسمك بس او اقل. المتوازي العكس، المتوازي انت رجليك مش شامسه الارض، انت شايل وزن اتقل بكتير. بس احنا هنقول على تمارين تخليني اقلل الوجع دوت شويه، وفي نفس الوقت هنقول امتى ان انا اوقف تمرين متوازي، لان في حاله ممكن يبقى في فعلا التهاب في المنطقه ديت جامد، فالاحسن ان انا اوقف تمرين وبعد كده هرجع تاني اتمرن اكتر من الاول، احسن ما يجي لي فيه اصابه واوقف تمرين اكتر من الفتره اللي انا كنت المفروض اوقفها. طيب مبدئيا المنطقه ديت اسمها ستيرنم، اللي هي منتصف الصدر. المنطقه ديت الناس كتير ما تعرفوش ان هو مفصل، هو فعلا مفصل زي الكوع زي الركبه زي الكلام ده، بس الحركه بتاعته او الرينج اوف موشن بتاعه بيبقى محدود شويه. فاول حاجه احنا ممكن نعملها هي ان احنا نعمل استرتش للمفصل دوت. ده اول نوع استرتش اللي هو دبليو استرتش، من اهم انواع الاسترتشات، ان انا هيبقى على متوازي او على بار او اي حاجه بالمنظر ده، هعمل دراعي على الحرف دبليو زي ما احنا شايفين، وابتدي ان انا هنزل هحاول اخلي الصدر يبقى موازي للارض، وكاني هنزل صدري على دي. من اهم الاسترتشات اللي انا ممكن اعملها قبل المتوازي وفي نفس الوقت بعد المتوازي. تاني نصيحه انا بنصح بيها ان الناس قبل ما تبدا تمرين على المتوازي، ان هي لازم تتاكد ان الضغط بتاعها الفورم بتاعه بيرفكت. وبعد ما تعمل تمرين الضغط هتبتدي تعمل تمرين الضغط على حاجه مرتفعه شويه، يعني زي البارالل ديت، وهنزل وممكن اثبت في كل عده حوالي ثانيه او ثانيتين. الكلام ده مهم جدا قبل ما ابدا اتمرن على المتوازي، لانه هيقوي لي الحته ديت، فلما هطلع على المتوازي المنطقه دي هتبقى مهيئه للحمل اللي انا احطه عليه. وفي نفس الوقت لما اجي ابدا متوازي ولا لما اجي اتعلم المتوازي، اركز على موضوع الاسنتريك، موضوع نيجاتيف، ان انا هنزل بطيء. يعني ممكن قبل ما ابدا تمرين المتوازي برضو، لو انا عندي النهارده هلعب صدر او هلعب اي تمرين فيه متوازي، ممكن اعمل الورم اب دي او التسخين دوت، ان انا هنزل بالراحه، هطلع دراعي مفرود وهبتدي انزل من 5 ل 10 ثواني لغايه ما اوصل تحت. ممكن من ضمن التسخينات برضه لو حد لسه جديد في المتوازي، ان هو يستعمل المطاطه، يستعمل ريزيستنس باند، هيساعده كتير. بعد كده عندنا تمرينين تانيين ان هو يعمل اكتيفيشن للعضله ديت، تمارين هايله بصراحه. ممكن ان انا همسك بليت زي دوت وهبتدي ان انا احطه في منتصف الصدر زي ما احنا شايفين، وابتدي ان انا اطلع قدام وورا. ممكن اعمله من وضع الوقوف، وممكن اعمله من وضع الركود وانا نايم. بعد كده نيجي لتمرين تاني اللي هو بالسويس بول. لو انا عندي سويس بول، ان انا هبتدي هثبت عليها بالمنظر ده ودراعي بالجنب. دراعي لما بيكون بالجنب هيضطر ان هو يقفل على الكوره عشان يثبت جسمي زي ما احنا شايفين، فبالتالي هيعمل اكتيفيشن للعضله اللي هي في منتصف الصدر، اللي هي الاسترنم اللي احنا عايزين نمرنها. كل الحلول وديت كل المواضيع اللي بالنسبه للوجع في منتصف الصدر. طبعا انت لو بتعمل كل الكلام دوت ولسه الوجع موجود، فالنصيحه اللي انا هقولها لك ان انت ريح من المتوازي خالص، اشتغل اي حاجه ثانيه، اشتغل فرونت ليفر، اشتغل عقله، ممكن حتى تريح من البلانش وتريح من اي تمرين هيوجع لك المنطقه ديت، لان دي ممكن تبقى حاجه اسمها كوستوكوندرايتس، اسمها رخم شويه بس دي معناها اللي هو التهاب في منطقه الاسترنم او في المنطقه ديت او في المفصل ده. فطبعا اي التهاب في مفصل وانا لسه عمال احط لود على المفصل، فدي مش فكره كويسه خالص. بدل ما هتحتاج ان انت تريح اسبوع او اسبوعين وبعد كده ترجع تتمرن تاني، او حتى شهر وترجع تتمرن تاني، هتحتاج ان انت تريح 5 أو 6 أضعاف المده دي. فطبعا الاذكى ان انت تريح من الاول وتشتغل على حاجه تانيه، ولما الوجع يروح هتبتدي ان انت ترجع للمتوازي تاني. خلال فتره الراحه بتاعتك طبعا اعمل التمارين واعمل التسخينات اللي احنا قلنا عليها ديت قبل كل تمرين، عشان تقوي المنطقه دي وتقلل الالتهاب اللي فيها. نهايه الفيديو نشكركم للمتابعه، وشغلوا زر التنبيهات عشان يوصلوكوا اي فيديو جديد، واللي محتاج مساعده في تمرين او برنامج تمرين يتنفس في البيت، في كل العدات والمجموعات، مش عايز غير عقله ومش عايز غير كرسي، مش محتاج اي اجهزه كتيره، هلاقي الرابط في الشرح.